طبعا الرياضه بقت صناعه خلاص، ولازم نهتم بكل الاسس بتاعتها الحقيقه، مش بس اللاعب واللاعيبه والمدرب والاداري وكده، انما برضو الصناعه نفسها. كل ما هيبقى عندك منتج محلي، كل ما هيبقى عندك المنتجات العالميه موجوده هنا على ارض مصر، بتبين كمان الثقافه بتاعتنا. احنا عندنا هيبقى في بانلز كتير قوي هنناقش كل الامور الرياضيه في مصر والعالم، فكل ده يعني بيثري الرياضه المصريه. طبعا الشباب بيبص على الحاجات دي وبيبقى يعني بينتظر فرص عمل، بينتظر حاجات جديده، يشوف ايه الجديد في الدنيا كلها. عندك كمان الاي سبورتس والدريفتنج والحاجات اللي هي بتجتذب الشباب الحقيقه موجوده بشكل كبير، فان شاء الله هينبسطوا فيه ان شاء الله. الحقيقه ده خطوه كبيره جدا، يعني كانت الحقيقه الوسط الرياضي محتاجها، والنسخه الاولانيه فعلا عملت انجاز كبير وعملت رواج كبير كمان للصناعات المصريه الرياضيه، وده هو ده الهدف الاصلي، ان الناس تحس بان منتجاتنا الرياضيه ما تقلش اطلاقا عن المنتجات العالميه، وخاصة المصانع اللي اتعملت في هذا الاتجاه. بالإضافة طبعا ان احنا يمكن في خصوصية المؤتمر بتاعنا ان احنا بنربطه كمان بالناحية العلمية، يعني بيبقى في مؤتمر علمي بنتكلم فيه على التطورات العلمية الحديثة وافاق العلم راحت فين في المجال الرياضي بتخصصات مختلفة، سواء بما يخص بقى الإنسان والأجهزة الحديثة واستخداماتها في كيفية وضع الحمل وتطويره وتطوير الرياضات نفسها بأفكار جديدة. احنا الحمد لله في النسخة الثانية احنا عاملين فعاليات كثيرة جدا جوه المعرض، زائد طبعا ان احنا عندنا تمثيل دولي في المعرض من مجلس أبو ظبي الرياضي. احنا منظمين عدة بطولات موجودة او بين بارت منها، يعني سبورتس اكس بيحتضن تصفيات كاس العالم لسيارات الدريفت، بيحتضن التصفيات اللي هي بتختار الفرق المصريه اللي هتمثل مصر في بطوله كاس العالم في الالعاب الالكترونيه مع الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه. عندنا في بطوله مشارك فيها 150 متسابق لصناعه التكنولوجيا اللي هي في الروبوتس، وهيبقى في ماتش كوره خماسي ما بين فرقتين روبوتس لاول مره هيتعمل في مصر، وهيتعمل معانا برضو خماسي بس كرة قدم حقيقية بقى بين 8 أكاديميات موجودة، وبرضو العديد من الفعاليات اللي موجودة في المعرض إن شاء الله. الحدث ده إكسبو سبورت ده يعتبر منتج مصري جديد، نحن نعمل معرض رياضي داخل مصر كله ميد ان ايجيبت بصناعه مصريه خالصه، فكان طبيعي جدا نادي الزمالك في شكله الجديد ان يكون داعم لمثل هذه المعارض القوميه، يكون جاذب لكل الجماهير ان شاء الله انها تيجي وتحضر بتدفق كبير داخل المعرض.